حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وصلنا وياكم إلى فقرة هلا بالضيف. اليوم راح نتحدث بموضوع جدا مهم، واللي هي موضوع الأسنان. تعد مرحلة ظهور الأسنان أو التسنين من المراحل المهمة في حياة الطفل، وتبدأ في الشهر السادس من عمره تقريبا، ويختلف موعد بدء ظهور الأسنان من طفل إلى آخر. وفي حالات نادرة يولد الأطفال مع الأسنان الأولى لهم، وقد تظهر أسنان بعضهم في سن مبكر كظهورها في الشهر الرابع من العمر. أحيانا يتأخر ظهور أسنان بعضهم لعمر السنة، فلا يجب المقارنة بين طفل وآخر، وترافق عملية ظهور الأسنان الأولى بعض المشاكل عند الأطفال كارتفاع درجة الحرارة المستمر والإصابة بالآلام في اللثة. ويمكن معالجة هذه الأعراض من خلال المستحضرات الطبية الخاصة وبعد استشارة أكيد الطبيب. والحديث أكثر عن موضوع حلقتنا مراحل ظهور أسنان الأطفال ينضم معنا الدكتور علي زهير راضي. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا، شلونك؟ والله الحمد لله، نورتنا. الله يخليك. شلونك دكتور؟ نور طبعا. الله يخليك. طبعا اليوم خلينا نتحدث شويه مراحل بدء وظهور الاسنان لدى الاطفال، تفضل. بدءا مثل ما تفضلت بالمقدمه، اول ظهور للاسنان اللبنيه تكون بعمر 6 اشهر، ممكن شويه اكثر ممكن شويه اقل. أول سنين يطلعون هم الأسنان القواطع بالفك السفلي، وطبعا عملية سنين بالضبط. هاي يعني أول فرحة بالنسبة للأهل، بالنسبة طبعا هو حتى شكله يصير كيوت. وتستمر عملية ظهور الأسنان اللبنية إلى عمر 2.5 تقريبا، ممكن هم شوية أكثر ممكن شوية أقل، تباعا يعني القواطع الثانية والأنياب والأضراس. زين، اكو اطفال يعني يطلع اكثر من سنين مراحل قريبه يعني من العمر؟ هو عاده احنا تعرفين ان الفك يمين ويسار، فاكو تناظر، فدائما حتى الاسنان الدائميه من تظهر متناظره، ممكن فرق بسيط بين اليمين واليسار. بحالات نادره ممكن يظهر مثلا سن واحد مو سنين، يعني يتاخر ظهور السن الثاني، ممكن حتى يعني هاي السنين ممكن يتأخر ظهورها بسبب أسباب هواية، يعني راح نجي على ذكرها. جيد، زين دكتور، خلينا نبدي أول شيء بمرحلة أنه ظهور بداية ظهور الأسنان. أكو بعض العوائل ممكن تتخوف من موضوع عدم ظهور الأسنان، خصوصا بفترة 6 أشهر البداية، يعني بالبداية ممكن أكو بعض الأشخاص يعانون من تسدد بموضوع اللثة. هاي شلون كيف يتم معالجتها؟ طبعا هو يعني احنا الى حد السنه، ممكن الى حد السنه ونص يعتبر التاخير طبيعي، بعدها يعتبر مو طبيعي، بس يفضل انه الاهل يتابعون. يعني بعد 6 اشهر مثلا اذا وصلنا 8 اشهر وماكو اسنان يراجعون، لانه اكو هواي اسباب لعدم ظهور الاسنان. واحده من عندهم مثل اللي ذكرت حضرتك، انه يكون نسيج اللثه ليفي قوي، فالاسنان ما تطلع، ما تقدر تشق اللثه وتطلع. فمرات هنا نحتاج حتى تدخل جراحي بالضبط، يعني نفتح اللثه حتى تقدر الاسنان تطلع. طيب دكتور، كيفية المحافظة على الأسنان اللبنية حتى ما تظهر بعدين مشاكل بالأسنان الدائمية؟ طبعا هذا موضوع كلش مهم، يعني يغفلوه أغلب الأهل. طبعا صارت عندي مشكلة من كنت صغيرة، أكو سن المفروض هو مو زايد، المفروض كان يخلوا له تقويم بس إله، فشالوا لي اياه، طلع اصلا مو زايد، هذا المفروض دائمي، فصار اكو فراغ، فصار اكو تراجع وتقدم باسناني، فمشكله كلش ما لها حل حاليا. اغلب الاهل يهملون الاسنان اللبنيه باعتبار انه هي اسنان مؤقته وتراجع. صحيح. المشكله وين؟ المشكله انه الاسنان اللبنيه احنا قلنا يكتمل ظهورها عمر 2.5، عمليه سقوطها ما تتم يعني بنفس الوقت، تبدي من عمر 6 سنين الى عمر 13 سنه. يعني كل نوع اسنان لها مرحله عمريه توقع بيها، مثلا خلينا نقول احنا الاضراس لها بعمر من 8 سنين الى 10 سنين. يجون المراجعين مرات جايبين اطفالهم بعمر مثلا 5 سنين، الاسنان هاي وصلت مرحله منتهيه، المشكله اللي راح يعاني منها الطفل، احنا راح نخلع. راح يبقى هذا الفراغ، خلينا نفترض بعمر 5 سنين، راح يبقى الى عمر 8 سنين هذا الفراغ، ما راح يظهر سن بمكانه، لانه مو ظهور السن الدائمي يكون مثلا بعمر 10 سنين. يعني لها تاثير كبير على الاسنان الدائمية. طبعا هي مو مجرد سن لبني يقل عنها، يعني راح هذا الفراغ ينترك، راح تبدي الاسنان الدائميه تظهر وين ما تلقى فراغ، فراح تصير خربطه. هي المشكله اللي صارت عند حضرتك. جيد، زين دكتور، بالنسبه للاشخاص اللي مثلا خصوصا الاطفال، يعني اللي عندهم يتناولون كميه كبيره جدا من الحلويات والنسات، هاي لها تاثير جدا كبير على موضوع الاسنان. زين يوم احنا شلون نقدر انه نخلي الطفل نعلمه بعض من العادات الصحيحه من اجل المحافظه على اسنانه؟
طبعا هو اكيد من الطبيعي انه الطفل بهاي الفتره العمريه يعني اكيد يتناول السكريات النشويات الشيبس وغيرها. هنا تيجي دور الاهل، الاهل 100% لانه الطفل مستحيل بهذا العمر هو يتعلم لوحده. ممكن ايضا يعني الطفل الان يعني بهيك اعمار يعني ممكن السوشيال ميديا عنده اطلاع على بعض مثلا خلينا نقول البرامج الخاصة بالأطفال، ممكن أهم يتم استغلال هذا الموضوع لتوجيه الطفل، بس بالدرجة الأساس الأهل المفروض يعلموه ويحببوه بهذا الموضوع، لأنه راح يوصل مرحلة أنه هو لازم يعتمد على نفسه بعمر مبكر. يعني الأم المفروض حتى ما احنا قلنا بعمر 6 أشهر تطلع، حتى بهذا العمر تبدي حتى لو صح تستحمل قطن مبللة وتنظف الأسنان، لأنه موضوع الحليب وتراكم السكريات هذا هم يأثر. طيب خلينا نركز شوية على الأسنان اللبنية. أكو ناس مثلاً يصير عند أطفالها تسوس فيقولون هو أورادي هو راح يسقط، فخليه نعوفه أو يعني من عالجه بنفس الوقت، فشنو تحب تقول لهم أنه شنو العلاج مثلاً أنه المفروض يسووا له حشوة هي حالة الدائمية؟ بالضبط، العناية بالأسنان اللبنية ما تقل شأنها عن الأسنان الدائمية لنفس السبب اللي ذكرناه، انه احنا لازم نحافظ على السن اللبني بمكانه الى ان يسقط، يجي وقته ويسقط. لذلك لازم الاهل ما يتهاونون بهاي المساله، التسوس اروح اعالجه. والسن اللبني يعني ممكن يكون التسوس بيه بسيط وممكن يكون التسوس بيه عميق، يعني ممكن يتعالج مثل شلون عند الكبار اكو حشوه قناه الجذور، حشوه الجذر نفس الشيء. الاسنان يعني اللبنيه يعني ممكن بالضبط اذا بقى السن مفتوح والنخر زاد العمق مالته ممكن يجمع خراج ويصير حتى تورم. زين عندي سؤال ثاني، نقدر نخلي تقويم لو لا ما يصير بهذا العمر بالاسنان اللبنيه؟ لا ما يحتاج تقويم الاسنان اللبنية. ما راح ياثر على الاسنان الدائميه اذا طلعوا، اذا طلعوا مثلا مو مرتبين قصدي. احنا فيما لو تم الحفاظ على الاسنان اللبنيه شلون نحافظ عليها؟ اول شيء العنايه، ثانيا العلاج. احنا هسه قلنا انه اذا سن اشوفه متسوس اروح اعالجه، لانه حتى احافظ عليه لين يجي الوقت اللي يوقع به. اذا انا حافظت على هذا الموضوع الاسنان الدائميه راح تطلع بمكانها، الا اذا اللهم اكو امور ثانيه، يعني حتى لو احنا كنا مهتمين وحتى لو كنا نعالج الاسنان اللبنيه مرات يكون مثلا حجم الفك صغير، حجم الاسنان كبير، فهنا راح يصير تزاحم، هاي ما لها علاقه، هاي امور ثانيه يعني. بس قدر الامكان احنا ايش قد بنحافظ على الاسنان اللبنيه؟ زين دكتور، هنا شلون احنا نقدر نحافظ على الاسنان من التزاحم؟ يعني خصوصا انه تعرف شوف بعض الاطفال ممكن يطلع على السن بمكان غير المكان او زياده يكون بالنسبه له، شلون انا اقدر احافظ على نفس النسق مال الاسنان الصحيحه واقدر احافظ بقدر المستطاع على سن انه ابني او بنتي؟ اكو اسباب لها علاقه بالطفل بالاهل، مثلا اكو اسنان وراثيه؟ لا مو وراثيه، اقصد متابعه الاهل. يعني لازم اتابع عمليه ظهور الاسنان. مرات احنا مثل ما ذكرنا قبل شويه انه نسيج اللثه يكون ليفي قوي، فمرات السن اللبني يجي وقته يريد يسقط بس يبقى موجود بمكانه، فشي يسوي السن الدائمي؟ تزاحم يسوي، يدفع نفسه مكان ثاني فيطلع اعوج، فلازم مباشره الاهل يجيبون حتى ينقلع السن اللبني حتى يرجع السن الدائمي مكانه. هذا شيء له علاقه بالاهل متابعتهم. اكو شيء لا ما له علاقه اللي هو يعني اشياء وراثيه، مثلا يكون حجم الفك صغير وحجم الاسنان كبير، فهنا ما راح يكفي الاسنان تترتب بصورة طبيعية بالفك فراح تتزاحم، هنا راح نحتاج تقويم. طيب شلون نعرف مثلا الطفل اذا كان اسنانه راح تطلع عدلة او لا؟ احنا تبدي عملية المتابعة الاسنان الدائم، احنا ينتهي سقوط الاسنان اللبنية بعمر 12 الى 13 سنة، فبعد هذا العمر تبدي المتابعة، يعني بعمر 13 14 سنة نبدي نتابع الاسنان الدائمية. نشوف هل اكو تزاحم، هل اكو مشاكل مثلا بظهور قسم من الاسنان، مرات السن يطلع يعني يكون ما متزاحم بس مثلا يطلع اعوج. اي صحيح. إذا نمو البكتيريا داخل الأسنان وخصوصا عند الأطفال يشكل عامل جدا خطر على موضوع الجهاز الهضمي، زين ايش قد تنصح انه كرب الأسرة انه يودي ابنه او بنته الى طبيب الأسنان بشكل دوري؟ احنا هاي مشكلة الزيارة الدورية، انا يعني دائما أكد عليها صراحة، كلنا عندنا تخويف من الدكتور الأسنان. يعني انا اخلي هسه اخلي الكبار يجون كل 6 أشهر بعدين اخلي الصغار. هو طبعا يفترض يعني انه طفل صراحة يعني صراحه هي الاجراءات تصير شويه مزعجه،
يعني مثل الأبر التخدير الأجهزة هي نفسها تخوف. هو فحص دوري، هو فحص مجرد تشيك راح يصير، يعني مو شرط أنه يكون أكو بي شغل. مو هو يخاف مثلا هالثانية أخاف أنه أروح يطلع لي عندي سني مشايفته أو بي شيء أو متسوس. يعني نفس الشيء الخوف هم راح يرجعش بعدين على طبيب الأسنان، هم راح تزيد المشكلة وراح ترجع. بس أنت تخلصي بي من البداية يكون بالضبط. أنا دائما أقول كل ست شهور يعني مرتين بالسنة يعني راح أتشيك أسناني وأتأكد إذا كانت أكو مشكلة بسيطة راح أعالجها بأقل زيارات وبأقل كلفة. هو هذا الشيء الصحيح اللي لازم يكون عند كل الأشخاص، إنه لازم يتمتعون بهذا الروح. أمانة أنا إنه سارك أكثر من مرة إيدك ما شاء الله يعني شرفتني. إيه لا بالعكس يعني، فإنه أنا يمكن أكو بعض الأطباء الأسنان ممكن تعاني من مشكلة التخدير مثل ما قالت نور. يعني مسألة التخدير لو تكون مثلا مو ذيك الدقيقة أو ممكن يسبب وجع بالأسنان، فهنا بما أنه ذكرنا موضوع وجع الأسنان، نسب التخدير اللي يتخلوها لدى الأطفال بدرجة الأساس من أجل عدم أن تعرف اليوم الطفل بس مجرد شوفه الأبرة هو راح يخاف، شلون أنت تكيفه في سبيل أنه تعالج أسنانه؟ هو طبعا التخدير المستخدم للأطفال هو نفس التخدير اللي نستخدمه بس بنسب قليلة؟ لا نفس النسبة. نفس النسبة؟ بس هنا طريقة التعامل تختلف. يعني أصعب شخص ممكن تتعامل وياه هو الطفل طبعاً. لازم تقنعه، لازم تحكي وياه بلطف، لازم أكو هسه حتى شركات تصنع السرنجة على شكل مثلاً حيوانات، مثلاً شخصيات كارتونية حتى تكون محببة عند الطفل أكثر. فهنا طبعاً إحنا هنا طبعاً هم ننصح الأهل دائماً إنه بيوتهم إذا الطفل شوية يتحرك هواية أو إحنا نسميه وكح يخوفوا بالطبيب وبالأبرة، فهذا من راح يجي طبعا هو اللي قدام هو اللي قدام خايف يجي طبيب الأسنان طبعا. فهنا يعني لازم أني أحبب الطفل قبل لا أوديه للعيادة، أبدي يعني أحكي له مثلا أني راح أروح للطبيب، راح يعطينا هدية مثلا، وطبيب الأسنان أكيد يعني بالمقابل هم أنه لازم يتعامل بلطف مع الطفل. طيب دكتور، كيفية يعني المحافظة على الأسنان اللبنية لحين ما تطلع الأسنان الدائمية؟ أكيد التفريش المستمر، بس العناية أولا وأخيرا العناية. يعني أكو حتى باكيجات تيجي معاجين خاصة مع الأطفال وفرج خاصة. زين، هل يختلف معجون الآخر يعني كنسبة تبييض أو قتل البكتيريا لو كلهم؟ طبعا معجين أطفال أكيد خاصة، يعني تجي بها نسبة الفلورايد يعني أقل من الكبار، اكيد ما بيها المواد اللي تقوم بعملية التبييض، والاكيد يعني معجين خاصه مع الاطفال. زين، حتى يجي بها طعم يعني فراوله موز. زين دكتور، يعني اكو بعض الاشخاص يمكن لجأوا الى موضوع تبييض الاسنان وهم بسن 13 سنه ولا 14 سنه، يعني هل تعتبر هذا موضوع خطر بالنسبه لهم لو هو عادي ما يسبب؟ لا، هو ما يوصل لدرجة الخطورة، بس ما يفضل انه بهيج عمر شخص يقوم بعملية تبييض الأسنان. العناية يعني ممكن تنظيف الأسنان اوكي، يعني اجي اسوي ازالة للتكلسات، اجي اسوي عملية تلميع بولشينج، اسوي الأسنان اوكي، هاي عملية صحية، ولكن عملية تبييض الأسنان بهيج عمر لا، ما انصح بها. زين، هم مثلا يقول لك انا الأسنان تكون بيضة وهو اهم شيء، وما شاء الله ده تشوف انه المستحضرات ذاكم طلع لنا المعجون الكوري اللي بالفحم اعتقد مجرد بس تفرش اسنانك يصير بيض مثل اللؤلؤ، وهذا الشيء مو موجود على الواقع. لا صحيح، ما اعتقد. أي؟ ما اعتقد يعني ماكو شيء بهالسرعه يعني ينطيك هيك نتيجه، لان هي الفكره انه تفاعل. يعني حسنت، بدنا نخلي ماده على سطح الاسنان وبدها تتفاعل وبدها تعطي نتيجه تدريجيه، يعني حتى معاجي الاسنان ما تعطيك نتيجه بنفس الوقت، يعني تحتاج تستخدمها فتره طويله اكثر من شهر يلا تبدي تبين نتائجها تدريجيا. طيب دكتور، عندي سؤال، هل التفريش الزائد يعني اثر على المينا، مينا الاسنان؟ يعني الزائد مش مثل شنو يعني؟ مثلا الناس تقول انه ما يصير لازم مره واحده باليوم هي بس بالليل، وناس تقول لا مرتين الصبح وبالليل، واكو ناس حتى بعد ما تاكل انه تفرش اسنانها. يعني هو عموما المعدل الطبيعي 3 مرات باليوم، ممكن اذا صار مرتين باليوم هم انا اوكي، مره الصبح مره بالليل، او طبعا اهم شيء بالليل قبل النوم. ما راح ياثر على المينا بمرور السنين، بس يكون التفريش بطريقه صحيحه. اي طبعا اكيد، هو تفريش بطريقه خاطئه، يعني ناس تفرج من اليمين لليسار هذا خطا. اي طبعا، الفك الاعلى باتجاه الاسفل والفك الاسفل باتجاه الاعلى. والجوانب نفس الشيء، يعني الجوانب بالنسبه للاسنان الخلفيه باتجاه الاعلى والاسفل. وهي الناس يعني بالعكس مو مثل ما قلت، حتى للسهوله
التفريج. لا هذا خطأ لأنه راح يأثر على سطح الأسنان راح حتى يأثر على اللثة. وهي أصلاً الفرشة مالت الأسنان هم تأثر على الأسنان، لازم يختارها. لازم يختارها هو يفترض بإشراف طبيب الأسنان، يعني حتى يشوف طبيعة لثة المريض مثلاً أو طبيعة أسنانه. أكو فرج خشنة وأكو وسط وأكو ناعمة. زين تختلف في موضوع الفرج من استخدامات الشخص الكبير وهي الأطفال؟ لو انه ما لها دخل اكيد طبعا اصغر صار يعني نفس النعومه اللي يستخدمها الشخص البالغ يعني هو البالغ ممكن مو شرط يكون يستخدم فرشه ناعمه ممكن ناعمه او وسط حسب اسنانه حسب اسنانه حسب زين شنو سبب ظهور ويا تفريش الدم بالنسبه للثه الحساسه شنو السبب واحد من اهم علامات التهاب اللثه هو النزف زين شلون نعالجها يعني هو اولا لازم اني ازور طبيب الاسنان اي طبعا ثانيا اكو معجين اكيد هم باشراف طبيب الاسنان راح تنكتب معجون خاص مال التهابات لثه واكو بالاضافه الى المعجون اكو مضمضه طبيه ممكن استخدامها اي انا داريد اسالك على المضمضه شنو رايك بيها يعني هي هل مفيده بمضاهات المعجون مال الاسنان أكيد طبعاً. ولا هي شغلها غير هو اصلا اكثر انواع المضمضات مال اللثه تشتغل يعني ويا معجون الاسنان يعني احنا عاده ننصح يكون التفريج المضمضة تستخدم بعد التفريج بنص ساعة ليش؟ لأنه عملية امتصاص الفلورايد اللي موجود بمعجون الأسنان يتم بعد نص ساعة المادة الفعالة اللي بالمضمضة تتحد ويا هاي المادة فلازم يعني مرة نص ساعة حتى يكون الأسنان ممتصة الفلورايد حتى هاي المادة تشتغل زين هي الأسنان موجودة بس قبل ما ها خلي نوه على المشاهدين الكرام أنه الأرقام مالتنا راح تظهر أسفل الشاشة بإمكانكم أن تتصلون وتشاركونا بآراءكم إذا كان عندكم فد سؤال أو استفسار حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم دكتور رجع وياك بخصوص الأسنان يعني أريد أتحدث بموضوع اليوم الكبار بالدرجة الأساس اليوم مثلا يكون الأب أو الأم هي قدوة للطفل بالدرجة الأساس لما تكون مثلا الأب هو شخص مدخن وأسنانه غير مرتبة هم هذا ممكن راح يعكس إهمال من قبل طفل أو إذا كان الولد أو البنت يعني مثل تعرف العادات مكتسبة تكون طبعا بالتاكيد يعني دائما يقولون الطفل مثل العجينه يعني بهاي الفتره العمريه ويحب يقلد يحب احسنت فمن يشوف يعني والده ما عنده عنايه واسنانه بهالشكل راح يعتبر هذا الشيء طبيعي وما يهتم لهذا احنا دائما نقول يعني حتى بعمر 6 اشهر لازم اني يعني اعود الطفل يعني من هذاك العمر ابدي الى حد ما يكبر الى حد ما يعتمد على نفسه ويفرج بطريقه صحيحه هي طبعا حتى التفريج شو اسمه يعني هو لازم يكون على مستوى الاسنان نفسها يعني التشققات اللي موجوده وليست بالضبط هذا اللي يسوي شيء يدمر يعني اسناني اكثر سؤال انسال انه دكتور اني افرج بالنسبه للبالغين يعني اني افرج اسناني بس تصير عندي مشاكل هنا تجي طريقه التفريج بالضبط لانه اغلب الناس عند التفريج واجب اي وطبعا تعقيبا على سؤال نور قبل قليل يمكن تحدثت بموضوع قالت انه خروج الدم من اللثه بسبب التفريش بس هاي عاده هاي من الاشخاص يمكن دكتور تأيدني بعض الموضوع انه يصير عند الاشخاص اللي تاركين موضوع التفريش او منفرج هو سابقا لا لا هو لا مو الكل اكو ناس طبعا حساسيه اللثه تختلف من ناس لناس اكو شخص ممكن اسبوع ما يفرج ما تصير عنده هاي الحاله صح. واكو شخص اذا يترك التفريج يوما تصير عنده حسب صح. حساسيه اللثه هي اولا واخيرا هي علامه من علامات التهاب اللثه تحتقن وبعدين لان هذا الشيء انا موجود عندي انا ما انا يوميا افرج بس اتحدث بالسابق يعني كانت انه اذا مثلا يوم اتركه ثاني يوم اذا ما انفرج ثاني ترجع عندي مجرد التهاب اللثه يعني هو عموما الشخص اللي يصير عنده نزف اذا استمر على التفريج ثلاث ايام اربعه يستمر ويواظب ينقطع بعدين طيب شنو الاكلات اللي تخلي الاسنان صحيه اكثر او تبيض الاسنان ممكن تفيدنا شويه بهذا الشيء اكلات تبيض الاسنان للاسف ماكو بس انا سامعه انه الفراوله الليمون ممكن يفيد الاسنان بالتبييض وحتى قتل البكتيريا الليمون ممكن ايه قتل البكتيريا ايه بس كتبييض لا اكو يستخدمون قشور الليمون يعني لا يمسحون كأكلة بيها لا لا بالعكس الحوامض تسبب تاكل الاسنان اكيد ايه الحوامض وتاثر على المينا طبعا هي أصلا فكرة التسوس قوية. فكرة التسوس بقايا أكل تبقى تتخمر البكتيريا اللي موجودة طبيعيا أصلا بالفم تتفاعل ويا هذا بقايا الأكل ينتج حامض هذا الحامض هو اللي ينخر فأنا من أوفر حامض بالعكس راح أساعد عملية النخر زين الحليب شنو رأيك بيه هم يحافظ طبعاً على الأسنان يقويهم ومن فترة الحمل يعني الأم من فترة الحمل المفروض تهتم موضوع الحليب ومنتجات الألبان عموما لأنه من هذاك الوقت خالي الدسم ولا هذا ما له تأثير يعني أكيد يفضل خالي الدسم من هذاك الوقت راح تكون له تأثير بأسنان الطفل زين دكتور تصبغات اللي تصيب الأسنان إذا كانت الأطفال أو الكبار
شلون نقدر نحافظ على الاسنان؟ يعني تعرف مستحيل انه اليوم نمنع اي شخص ممكن يتناول القهوه او يتناول العصائر، يعني في اذني ممكن يسبب التصبغات بالاسنان درجه كبيره، شلون اقدر اني قدر المستطاع انه احافظ عليها من التصبغات؟ طبعا هي اسباب التصبغات كثيره مثل ما قلت، الشاي، القهوه، البيبسي، النيكوتين ممكن مثلا بالنسبه للمدخنات، بس اذني يعتبر شائعات يعني انه احنا نستخدمها بشكل مستمر. بالضبط. هم راح نرجع لموضوع الزيارة الدورية طبيب الأسنان، يعني راح أزوره كل 6 أشهر مرة، إذا ما عندي مشكلة راح يسوي لي عملية تنظيف، راح يزيل التكلسات زائدنا التصبغات. وطبعا أكيد العناية الدورية يعني اليومية بالنسبة للشخص. زين، شنو رأيك بهذا الجهاز اللي هو تفريج الأسنان اللي هو يدوي يصير؟ هل هو أفضل من الفرشة العادية؟ اللي هو مثل اللي يضخ مي؟ لا، فرشة بس هي تتحرك وحدها، جهاز هو. هو هذه اصلا يعني صارت للاشخاص اللي هم عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه. بالضبط. يعني لا، بس انا شفت هوايه ناس مشتريه من عندها، ويعني هو ممكن اي شخص يستخدمها، بس هي اصلا بس انا اسالك انه هي صحيه ولا الفرشه العاديه؟ ما بيها فرق عن الفرشه العاديه، بس مجرد انه هي راح توفر لك حركه اضافيه، يعني بدل ما انت تتحركين بيدك راح توفر لك حركه اضافيه وما تاثر على المينا. لا نهائيا. زين، يعني هي موفرتها لذوي الاحتياجات الخاصه بالدرجه الاساسيه. لا، هي كل شيء يطلع هسه بالسوشيال ميديا صار موديل، فلهذا حبيت اسال لان شفتها هوايه وش طلع منها الوان، واكو صار على شكل دائري، واكو نفس الفرشه العاديه، فردت اسال انه هل نفس الفرشه العاديه؟ شركات تجاريه وتريد تسوق اكيد، يعني بس هي اصلا هي هذه نوجدت لذوي الاحتياجات الخاصه، بس اكو نوع ثاني اللي هم يسمون الساند بلاست، اللي هو تجي بها مي ومثل البخاخ تبخ. هذه تفيد خلينا نقول للاكل بين الاسنان، الاسطح بالضبط اللي بين الاسنان اللي ممكن الفرشه ما توصلها او الخيط ما يؤدي الغرض بها، فممكن هاي تؤدي الغرض. طيب، عندي سؤال اخر. شنو رايك بالاسنان اللي بها فراغات؟ يعني هذا تنحل اذا حشوه مثلا، او تنحل لازم قالب اعتقد؟ هو اكو اكثر من طريقه للحل. فراغات الاسنان تقويميا حالها حال تزاحم الاسنان، يعني ممكن تنحل بتقويم الاسنان. وممكن هذا بس طبعا حل بطيء راح يكون، لانه تقويم الاسنان يعني ياخذ من 6 اشهر الى سنه. الحل السريع بالضبط، الحل السريع ممكن يكون حشوه تجميليه وممكن يكون تغليف. طيب، وهي حسب الحاله السن الطبيعي يعني الحشوه أكيد التجميليه؟ اكيد لا، بس احنا الصر مو مثل قوه السن الظاهر بالشكل او بالوظيفه؟ بالوظيفه اكيد لا، هي اهم شيء الوظيفه. اي اكيد لا، احنا هنا يعني نقول للمريض المراجع نقول له انه لازم الاشياء القويه تتجنبها، مثلا الكرزات، بس بالشكل الظاهي. اذا كانت تجميليه بالشكل الظاهي. نعم. بس هي هم تختلف دكتور من منتج الى منتج اخر، يعني المواد المستخدمه اللي يستخدمها الدكتور طبعا تختلف عن طبعاً. من دكتور الى دكتور طبعاً. اخر، يعني ممكن انه الحشوه التجميليه اللي انت تستخدميها ممكن انه تطول وياك الى فتره معينه جدا كبيره، وهي هم تعتمد على شو اسمه الرعايه الدوريه. اكيد. طيب، عندي سؤال. قبل شويه ذكرنا تبييض الاسنان للاطفال وحتى للكبار، هل يضعف السن؟ يعني التبييض يضعف السن اذا كان يعني هذا الدايركت فينير او غيره؟ الدايركت فينير هو عباره عن قشور بس يتم بس لازم يعني وضعه مباشر. السن ينبرد السن؟ نعم، هم حسب الحاله، ممكن ينبرد وممكن ما ينبرد، وممكن البرد يكون مثلا خلينا نقول نص مليم، ممكن يكون مليم، حسب الحاله، هنا الحاله تحكم. الدايركت فينير هو عباره عن قشور، بس مو القشور الخزفيه اللي تم تصنيعها بالمختبر، لا، قشور يتم عملها بالحشوات. طيب، هي تضعف السن، التبييض عامه. التبييض هو عباره عن تفاعل كيميائي. يعني ما تشيل الطبقه ما تشيل الطبقه، بس اذا كان اكو ناس يصير عندهم شويه هوس بالموضوع فيجون يجرون عمليات التبييض بفترات متقاربه، هذه تضعف. واكو ناس طبعا تسوي اسنانهم جدا بيضاء حتى ما تليق لا بلون بشرتهم ولا باسنانهم الطبيعيه. هي المشكله صار الموضوع عباره عن تقليد اكثر من اللازم. هوليوود هذه عمليه اختيار اللون، وحتى الديزاين مال الابتسامه تخضع لمعايير هوايه، يعني لون العين، لون البشره، شكل الوجه. اي اكيد. يفترض انه طبيب الاسنان ما يتنازل عن قراره باختيار، لا، قراره باختيار اللون بما يتناسب ويا الامور اللي ذكرناها، يعني ما يترك المجال للمريض انه هو يختار اللون، لانه هنا راح تطلع يعني نشاز، وهذا طبعا راح ينعكس اكيد على شغل الطبيب. اي طبعا.
هو جانب تشويهي راح يكون اكثر من أكيد. انه جانب تجميلي، فانه يطلب من طبيب الاسنان انه يراعي هذه الامور. طبعا خلينا ننتقل الى موضوع انه الحشوات، وحنتقل الى حشوات الجذر. ممكن انه اليوم الطفل نعمل له حشوه جذر؟ لو ماكو حشوه جذر له ما راح تكون. احنا خلينا نحكي بشغله، انه الطفل الى حد عمر ال 13 سنه ممكن يكون عنده احنا نسميه تسنين مختلط، يعني عنده دائمي وعنده لبني. في حاله كون عنده المشكله بالاسنان اللبنيه، هنا راح تكون عمليه مشابهه لحشوه الجذر يسموها تحنيط. اللي هو لفتره معينه بالضبط، هو سن راح يوقع مؤقت فينفتح، بس ما ينشغل شغل بداخل القنوات، تنحط ماده راح يموت العصب يتحنط. بهيك حالة احنا حافظنا على السن بوكانه وخلصنا الطفل من الألم. إذا كان الطفل بهاي الفئة العمرية عنده مشكلة بسن دائمي، هنا لا، لازم يشتغل حشوة جذر. طيب دكتور، عندي سؤال، هل مثل ما مشاع أن الحشوة العادية تصير أقوى من الحشوة الضوئية؟ الحشوة العادية تقصد الحشوة البلاتين المعدنية؟ أي تصير أقوى من الحشوة الضوئية. سابقا كان هذا المفهوم، أي كانت الحشوات الضوئية تجميلية تقتصر بس على الأسنان الأمامية. العلم ده يتطور، يعني بالعشر سنين الأخيرة هواي صارت قفزات خصوصا طب الأسنان، ودائما التطور باتجاه التجميل، فحتى الحشوات صارت تجميلية. بمعنى أنه وصلنا لمرحلة أنه صارت أكو حشوات تستخدم للأسنان الخلفية وهي لونها أبيض. فبما أنه أنا عندي حشوات بنفس الكفاءة تأدي لي نفس الوظيفة، فأختار أكيد التجميلية لأنه شكلها أحلى. يعني نفس الشيء صارت أكيد. قبل ممكن كانت أقوى، يعني قبل كانت أقوى أكيد، بس حالياً تغيرت. زين دكتور، ممكن أنه تسبب إفرازات أو تطلع فدراوح كريهة حشوة إذا كانت انعملت بشكل خطأ؟ أي حشوة سواء كانت معدنية أو سيراميك، أي تعويض يعني قشور خزفية جسور، إذا كان ماكو اهتمام ممكن يؤدي هاي النتيجة. زين هذا الاهتمام من يكون؟ استخدام الفرشاة والمعجون وخيط الأسنان مضبوط. زين دكتور، في حال أنه استخدمنا الحشوات التجميلية إحنا، أوكي هو السن طبيعي مثل ما هو، زين إحنا ما نعرف مثلا داخل السن ممكن شنو اللي دي يصير؟ يعني ما تعرفوا، يعني ماكو فراغات ممكن أنه تدخل داخل؟ ممكن التسوس يبدي من الداخل للخارج. لا، هو التسوس يبدي من الخارج. أنا بس العفو ما فهم سؤالك. يعني أقصد أنه يعني هسه مثلا إحنا أنا مسوي حشوة تجميلية، أوكي؟ فالنسامات مسدودة هسه عندي حاليا مثلا بين الأسنان؟ لا مو بين الأسنان، أنا أقصد أنه داخل السن الواحد. بلي. داخل بلي. السن الواحد. بلي. أنا أتحدث عن المواد اللي موجودة داخل السن اللي عالجتها أنا، ممكن هذه المواد تسبب روائح وراح تطلع روائح كريهة؟ لا، هي المواد بحد ذاتها ما تطلع. لا، شنو اللي يطلع؟ يطلع البقايا الأكلية اللي موجودة؟ أكيد. مو أنا قلت لك يعني هسه إذا شخص كل أسنانه طبيعية ما مسوي حشوات ما عنده عناية، راح تصير هاي الحالة. الشخص اللي يسوي تراكيب أو يسوي حشوات هذا مطلوب من عنده عناية أكثر، لأنه إحنا هذا الشيء هو مو طبيعي. يعني إحنا جبنا ما شاء الله أنا أسناني كلها حشوات. إي إحنا جبنا شيء وخليناه شيء مو طبيعي، فهنا نحتاج إنه دائما هذا المكان يكون نظيف، دائما يكون، حتى لو اني يعني احنا اكو فد مرحله ما وصلتها مراجعه، انا اقول له يسوي حشوه المفروض كل 6 شهور يجيني اسوي عمليه تلميع لها انعمها، لان تخشن بالاكل مو مثل السن يحافظ على نعومته وعلى السطح الصقيل، بينما الحشوه لا، مرور الوقت تخشن. فيفضل انه حتى اللي يسوي حشوه كل 6 شهور، هذا اللي اقصده يعني بالاهتمام، مو بس عمليه التفريج واستخدام الخيط، لا، المراجعه الدوريه، حتى الشغل السابق اني اسوي له فولو اب. حلو. طيب دكتور، عندي سؤال، انه شنو اللي يخلي السن ينكسر؟ اكيد يا اما قوه مفرطه، فيتامين مثلا، يا اما قوه مفرطه مثلا، اكو ناس مثلا شغلت فرزات او كذا، وممكن بالضبط ممكن تركيبه السن تكون، بنيه السن تكون ضعيفه، ومرات اكو تكون تسوسات تبدي بين الاسنان ما ينتبه عليها المريض، بين الاسنان، فهذه تبدي تنخرب السن تضعف هاي المنطقه، فممكن اي ضغط يكسر. طيب شنو سبب انه شخص محشي سنه حشوه كامله وحشوه جذر وبس الحشوه اعتقد كبيره فلهذا انكسرت، شنو السبب اللي خلاها تنكسر؟ اول سبب لانه الحشوه كبيره، ثاني سبب انه كميه الضغط اللي راح تسلط على الحشوه اكبر من كميه السن اللي راح تسلط على السن، فهنا راح الحشوه ما تتحمل. الشيء الثاني انه السن اللي يعالج حشوه جذر راح يتحول الى سن ميت، هش يصير. دائما انا يعني اشبههم للمرضى اقول لهم مثل شجرتين، شجره خضراء وبها جذور وشجره نقص جذورها، راح تيها بس بسهوله تنكسر. زين دكتور، بالنسبه للاشخاص او الاطفال اللي يعانون من الام بالاسنان
وما تعرف انه يعني مثلا يوم الام ما تعرف مثلا يا سن من عندهم ياذيه. مرات اكو سن ياذيه هو بس هو يطلع لسن الخطا مو هذا السن، يعني خصوصا اذا كان الفك الاعلى هو عند المشكله بالفك الاسفل. شلون نعرف؟ شلون نقدر نعرف انه المشكله بهذا السن؟ يعني مثلا احكي لك مثلا انه بوقت متاخر ما اقدر انه اراجع طبيب الاسنان بهذا الوقت. على فكره هاي يعانون منها مو بس الاطفال حتى الكبار، يصير الالم بهذه الجهه فما يعرف من فوق من جوا. مرات اي هاي تصير عند الكبار لانه منطقه تشابك عصبي فممكن المشكله بس ان الجوا. احسنت. الالم يصير بس من الفوق. ما تقدرين تعرفين. ما تقدرين تقول ويقوم يبدي يفلش اسنانه كليتهم بالضبط. اي يعني مره جاني شخص العياده يعني اول ما دخل ضرب راسه بالحائط من الالم، يعني بسبب انه الليله يعني السابقه منايم. مؤلم جدا هنا. أنا طبعا ما راح تقدر تعرف يعني المسكن من يشتغل ما يشتغل على سن او سنين، يعني هو راح يشتغل على كل الجسم. فيعني افضل طريقه انه انطي مسكن بس اقضي الليل حتى اقدر ثاني يوم اروح طبيب الاسنان. ما بها مضار ومؤثرات يعني اليوم الانتيبايتيك اللي ممكن انه احنا ناخذه؟ اكو جرعه خاصه بالاطفال. شنو هي الجرعه ممكن تذكرها؟ يمكن كثير من هسه ربات البيوت يمكن تستفاد من هذا الموضوع. بالنسبه لل حسب العمر طبعا، يعني خلينا نقول اقل من 6 سنين اكو مثلا انتي بايرول اللي هو خافض حراره مسكن الام شراب. هذا خاص بالاطفال ممكن ينطيه. تجارين اكو مثلا ادول وغيره. بالنسبه للعمر الاكبر ممكن اعطي مثلا حبايه بنادول او مثلا حبايه براستول او مثلا مرات اذا نص حبايه همينه ممكن. طيب عندي سؤال دكتور، هل هذه العضاضه اللي يعني دائما الناس تستعملها لها تاثير على يعني الاسنان تصير مو عادله؟ انه من تطلع الاسنان تصير مو عادله؟ بما انه اكو ضغط من الطفل عليها. يرافق عمليه التسنين الطفل يضايق. لا تصير قويه، اكو حراره تصير، فالطفل يحب يعض شغلات قويه. أنا شايف الصيدليات تنباع تكون مثل الجيلاتينية وبداخلها مثل المي، تنحط حتى بالثلاجة تبرد، فحتى تبرد المنطقة لأنها تصير حارة، بس لازم دائما تكون يعني محافظ عليها نظيفة. أي طبعا أكيد. لأنه يعني مرات الطفل تنشمر نلقاه يرجع يخليها بحلقة، يعني هاي مشكلة. والملهي همين هذا سؤال، هم يأثر على الأسنان؟ الملهي أكيد هي راح يعني تكون بعمر اللي هو الطفل يكون بالأشهر. لا مو اكو اطفال انا شايفتهم يعني كبار ومتعودين عليه. اذا كبير اكيد تاثر. اكو طبعا عادات يعني تسوي بروز بالاسنان سلبيه أفضل. بالضبط يعني مو الملهيه، بس الملهيه ممكن تكون بعمر راح تطلع اسنان لبنيه وتوقع، بس اكو عادات انه مص الابهام. ايه هذه يعني مشاكل كلش كبيره تسوي، يعني توسع الفك حتى يعني عظم الفك الفوق يتوسع، الاسنان ممكن تصير بها بروز. ايه هي هاي يمكن الشغلات هم ترجع هي كلهن ذني يرجع عن المراجعه الدوريه للطبيب. اي مراجعه الدوريه للطبيب الاسنان. ليش اقول لك دائما احنا نرجع على المراجعه الدوريه. هو المراجعه الدوريه ما شاء الله احنا كليتنا هاملين موضوع الاسنان. وهي هاي موجوده يعني، وانا حتى يعني بدايه حلقتنا تحدثنا بموضوع انه الثقافه الطبيه والمراجعه الدوريه وحتى الكشف عن كل شيء لازم يحتاج لنا انه احنا نتمتع بهذه الثقافه الطبيه. دكتور خلي شويه نتحدث عن موضوع الاسنان، بس راح اتحدث بهذا الموضوع عني اريد عن موضوع الكبار فقط، يعني شوي خلينا نبتعد عن موضوع الاطفال. اليوم يمكن الاغلب من الناس بدوا انه يلجؤون الى موضوع الزراعه، ومثل ما تعرف الزراعه اصبحت هي شائعه، بدل ما انه انا استخدم الاسنان التجميليه اروح ازرع حتى وان كانت انه كلفتها هي صحيح عاليه، هل راح تاثر على موضوع الاسنان يعني بصوره عامه لو ما لها اي تاثير؟ بالعكس انا اشجع على موضوع زراعه الاسنان كتعويض، يعني احنا سابقا كان الشخص اللي يريد يعوض عنده سن مفقود نستخدم الاسنان الباقيه كركائز. أيه. نضطر نبردها ونسويها ركائز. أيه حتى نسوي جسر. قصدك انه اوكي تشجع على، بس اكو ناس تشلع السن وتقول بعدين انه اني اخلي، مو المفروض يحافظون على اسنانهم الطبيعيه؟ طبعا اكيد احنا السن اذا اكو خلينا نقول نسبه 20% انه ننقذ هذا السن ونرجع على الوظيفه نشتغله، هذا صحيح. بس اكو اسنان هي فاقده اسنانها اصلا، اكو ناس العفو فاقده اسنانها، اكو ناس بسبب حوادث او بالضبط، واكو ناس يعني هو واصل مرحله انه سنه ما له حل لازم يشلع يقلعها. طيب واكو ناس يعني عندهم اسنان مفقوده اصلا ما عندهم اسنان، ممكن فراغ يعني يصير له؟ مو فراغ يعني ممكن اكو اسنان معينه، وها طبعا حالات كلش نادره ما تظهر، بس ما يصير فراغ، يصير فراغ بسيط، ما يترك فراغ يعني سن كامل، لانه الاسنان الباقيه من تطلع تسد هذا الفراغ. بس انا حتى اجاوب يعني عيسى على سؤاله، عمليه الزرع بحد ذاتها هي عمليه تعويض
راح نحافظ على باقي الاسنان لانه احنا ما راح نستخدمها، وبنفس الوقت راح نحافظ على عظم الفك. احنا خلينا نتخيل عظم الفك مثل التربه اللي ما مزروعه تنجرف، بس بينما من ازرعها جذور الاشجار راح تحافظ عليها. الزرع بحد ذاتها راح تحافظ على عظم من انه سوفان يصير بيه. دائما نشوف الاسنان اللي فاقدين اسنانهم لفتره طويله العظم ما صاير بصوره يعني مستويه، يعني يصير بيه تقعر لانه يسوف. الزرع راح بالعكس يمسك لنا العظم. يعني اكو اكثر من فائده بالنسبه للعمليه الزراعيه. راح نحافظ على اسناني كون انه ماكو اي عمليه برد راح تكون، لان الاسنان اللي تحتاج الى التركيب، اسنان التركيب الثابت تحتاج الى يمكن برد، مو دكتور؟ في حاله انه برد على مود القواعد، في حاله انه ردنا نسوي جسر. اي نعم. طبعا طبعا. طيب هو يضاهي السن الطبيعي؟ هو يعني ماكو شيء يضاهي السن الطبيعي اكيد، بس هو اقرب شيء، هو اقرب شيء للسن الطبيعي كقوه. بالضبط، اقرب شيء للسن الطبيعي. واحتمال كبير انه هو ينكسر الزرع؟ اي لا لا طبعا، احنا بدنا نحكي هاي في حاله توفر مقومات نجاح الزرع. اكو ناس ما يرهمونهم الزرع، يعني اللي عنده سكر عليها ممكن، يعني بالاكلات اللي ذكرناها ممكن ينكسر. لان هو السن الطبيعي ينكسر. ما احنا خلينا نفهم هي موضوع الزرع شنو. احنا السن عباره عن جذر، عباره عن تاج. الزرع هي عمليه وضع جذر في داخل عظم الفك، وبعدين يجي التاج. الزرع ما لها علاقه، يعني هو اللود راح يصير على التاج. فالمشكله اذا راح تصير بالتاج مو بالزرع. طبعا شكرا جزيلا لك دكتور علي، نورتنا طبعا لك. وشكرا لكل هذه المعلومات اللي طيفنا والقيمة اكيد المشاهدين استفادوا، الاضافه المميزه. شكرا جزيلا لك. اكيد مشاهدين الكرام متواصلين وياكم، خلينا نتابع وياكم فقره نباتات في بعدها نعود.